الله يجزيكم بالخير جميعا. باسمكم باسم منتدى استراتيجيات الاردني برحب بمعالي وزير الداخليه معالي ابو هزاع، نشكره لوجوده معنا اليوم، لانه احنا بالقطاع الخاص، ولا اذا بتسمحوا لي بدي احكي شويه بس عن منتدى الاستراتيجيات، اعرف ضيوفنا الجدد ومعاليه عن المنتدى. في الايام هاي بالتحديد القطاع الخاص بيبدا يفكر ويسال عن القضايا الملحه اللي بتتعلق بالوضع الامني والشعور بالاستقرار الامني وما الى ذلك، وبرتفع موضوع اهميه الامن والامان. من احنا في الاردن دائما بناخذ التحصيل حاصل، والحمد لله لساتنا بناخذ التحصيل حاصل، بس الوضع اللي في المنطقه بيجبرنا دائما انه نركز على هذا الموضوع. فاهلا وسهلا فيك معاليك، نرحب فيك ونرحب في الاخوه. منتدى الاستراتيجيات الاردني هو منتدى من القطاع الخاص وللقطاع الخاص. اعضائه بتشوفوا السلايد اللي بشكله اهم منشات في القطاع الخاص، كبيره ومتوسطه وصغيره، وهناك ايضا اعضاء فخريين، هناك سكولرز بيشاركوا معنا في العمل البحثي. والهدف من المنتدى ليس احنا ما بنعمل لوبي، احنا مش بديل عن الغرف، احنا مش بديل عن الجمعيات. احنا هاجسنا هو المستقبل والاستقرار المستقبلي للاقتصاد الاردني بشكل عام، ما بنركز على قطاع واحد او على مهنه واحده او على شركه واحده. وهاجسنا ايضا الحوار والتفاهم بين مكونات المجتمع الاردني، مكونات الدوله الاردنيه، من حكومه لمجلس امه لقطاع خاص لمجتمع مدني، حول القطاع الخاص الوطني الحقيقي، وحتى ما تختلط الامور في اذهان الناس انه من هو القطاع الخاص وماذا يمثل القطاع الخاص. نحن مؤمنون بالقطاع الخاص، والقطاع الخاص مش اي قطاع خاص، القطاع الخاص اللي بشكل اي عامله اردنيه من الذكور والاناث بيستثمر في تدريبهم، بينتمي الى هذا الوطن بالمسؤوليه الاجتماعيه، بيساهم في كل ما يتعلق في بناء الوطن، قطاع خاص وطني حقيقي يدفع ضريبه ويحقق ارباح، وهذا مش بس من حقه، وهذا واجبه انه يحقق ارباح حقيقيه. هذه الرساله لسه في معظم مجتمعاتنا العربيه لساتها مش مفهومه بالشارع العام. اذا سمحتوا لي راح اعطيكم بس قراءه نقطه واحده. اليوم سائل انه كنت عم براجع ما يسمى الورد فاليو سيرفي، هذا استطلاع بيصير لكل دول العالم، وبيسالوا الناس هناك على قضايا عامه، ياخذوا الاتيتيود سيرفي على مواضيع لها علاقه في المؤسسات، في الدين، في السياسه، في الاقتصاد، في كذا في كذا. سيرفي طويل جدا. وفي الاردن بال 2014 وبيسالوا للشباب بالتحديد في هذا، بيسالوا يجب العمل، بيعطوهم جملتين وبقول له انت بتأيد الجمله الاولى ولا الجمله الثانيه. الجمله الاولى يجب العمل على التوسع في ملكيه الدوله في الصناعه والعمل، هل تؤيد او تعارض؟ توسع في ملكيه الدوله في الصناعه والاعمال، مش في الخدمات، مش في الدراسه والصحه والكذا والقضايا، في الصناعه والعمل. هاي الجمله الاولى. الجمله الثانيه يجب التوسع في زيادة الملكية الخاصة في الصناعة والأعمال. يعني السؤال الأول الملكية العامة في الصناعة والأعمال، السؤال الثاني الملكية الخاصة في الصناعة والأعمال. الأجوبة من 1 لـ10، 1 بأيد جدا الصناعة القطاع الخاص، و10 بأيد جدا التوسع في القطاع العام. حوالي 67% من الإجابات إجت 5 وفوق، يعني توجه باتجاه زيادة دور القطاع العام في الصناعة وفي الأعمال، وحوالي 20% كانت تحت 5 اللي هي باتجاه توسع القطاع الخاص. فإحنا عندنا، لا زال عندنا
مشكلة في المفاهيم، في مفهوم المواطن، في مفهوم المجتمع للقطاع الخاص. للأسف تأثر بالفترة الأخيرة نتيجة انطباعات موجودة في الشارع عن مين هو القطاع الخاص وشو دور القطاع الخاص. وهذا الموضوع موجود، هذا بين الشباب، هو مقسم شباب تحت العشرين، تحت فوق الثلاثين، فوق الكذا، موجود across the board هذا الانطباع. فبالتالي عندنا تحدي كبير، ويمكن إذا بدي أرخص هاجس المنتدى إنه نخلق حوار على جميع المستويات على المدى المتوسط والطويل، نغير الانطباع اللي موجود فعلا عن القطاع الخاص وعن دوره، ونكون نمثل القطاع الخاص الوطني حقيقي. فبالتالي أهلا وسهلا فيكم جميعا، بنرحب بأعضائنا، بنرحب عندنا مجموعة من الأعضاء الجدد، احنا وصلنا حوالي 55 عضو من العيار الثقيل. بنرحب بالعربية الدولية للفنادق، وزارة الاستثمارات، والنسر العربي للتأمين، وعالم الاستثمار، وسرايا القرضة، أرجو أن ونرجع لموضوعنا لو سمحتوا، ونرجع لمعاليك. يمكن لو طلعنا أيضا على بعض المؤشرات، تقرير التنافسية العالمي وضع الأردن في المرتبة 84 من 144 دولة في مقارنة بال 2010 كان ترتيبنا 65 فيما يتعلق بمؤشر تكلفة الإرهاب على الأعمال الأردن. تكلفة الإرهاب على الأعمال الأردن Cost of Terrorism على عملنا طبعا تراجعنا من 65 إلى 84. هذا الحكي طبعا لأنه إحنا في المحيط ما نقدر نعزل حالنا عنه بشكل كامل، ولكن في جهود هائلة في هذا المجال. نشكر معاليك على جهودكم، على سهركم على الموضوع، ويمكن فرصة اليوم إنه سمعنا عن اللي تشتغلون، وعطينا 10 دقائق أو ساعة من القضايا اللي عم تتعامل معها. وأكيد راح يكون في أسئلة ومقترحات عند السادة. أيضا راح يكون ينظم الحوار اليوم صديقنا الأستاذ غسان نوكر. احنا عملنا بالمنتدى عادة قبل ما نعمل جلسة حوارية، وقلنا كذا جلسة حوارية نعمل استطلاع بين الأعضاء، فبهمنا ويمكن غسان يبدأ جلسة الحوار بعرض سريع لنتائج الاستطلاع حول الانطباعات اللي موجودة بين الأعضاء. نرحب فيكم مرة أخرى، بدي كمان أرحب بمديرتنا التنفيذية ربع جرادات اللي أخذت إجازة أمومة طويلة، واليوم أول يوم نشوفها من فترة. أهلا وسهلا فيكي، نوعدكم هلا بزخم هائل مع نهاية السنة وبداية السنة الجديدة اللي بعودتها. فسيدي أهلا وسهلا فيك وفلور زيوس. أنا بطالي سمعتين سمعتين. أولاً كل الشكر والتقدير دكتور وغسان، يعني شرف عظيم الواحد يكون موجود بوزنه. ومن الصعب يعني في الظرف الحالي حتى لو الاستطلاع جاب ضد الخصخصة، أنتم خصخصوا صارت الداخلية وأصبح من الجالسين في طرف المقابل، حتى بعد الترويح في مجلس الاتصال. ولكن حقا شرف عظيم ان اكون محاور ومتحدث زي اي تسميه في منتدى الاستراتيجيات الاردني. نعم، هذه النخبه اللي يعني حقا عددها قليل ولكن اثرها على الاقتصاد الاردني كبير جدا، اثرها على الصور الكليه كبير جدا، وهي بكافة قطاعاتها من الجهات اللي الرافد الرئيسي للضريبة اللي في نهاية المطاف هو الرافد الرئيسي لأجهزة الدولة الأردنية التنفيذية منها القضائية والتشريعية
يدفع من أو المال الخاص اللي أصبح مال عام من خلال الضرائب. فخدمة الدولة للقطاع الخاص هو واجب، هي ليست منية وليست يعني ترف أو موضوع جدال، لا بل هو يعني عمل واجب. حقا أنا يعني الأخ السائل أعطاني مجموعة من الأسئلة اللي يعني أخذ استطلاع كثير من الناس شو هي المواضيع المهمة بالنسبة، فأنا يمكن أتطرق لجزء منها في كلامي ويمكن نترك ما يبقى إلى الموضوع الأسئلة والأجوبة إذا تعيد ذلك الناس. أول شيء تعرف يعني أنا بتكلم عن الأجهزة الأمنية خاصة المؤسسة الأم للقوات المسلحة ذات المخابرات العامة والأجهزة الأمنية اللي هي تنطوي تحت وزارة الداخلية. فأنا بس بدي أحدد كلامي ضمن اختصاص اللي هما جهاز الأمن العام وجهاز الدرك وجهاز السلامة العامة اللي هو الدفاع المدني. ولكن يعني بأكد على شيء إنه لا شيء يحصل بدون التشاركية مع الأجهزة الأخرى القوات المسلحة التي تتبع لها وزير الدفاع ووزارة المخابرات العامة التي تتبع لها رئيس الوزراء المباشر. فأولاً يعني تقييم للوضع وهو باعتقادي نقطة الارتكاز الرئيسي. الوضع العام ليس كما مسؤولي من ناحية الكمال، ما في مؤسسة أمنية ما بتفضل إنه يكون الوضع الأمني كامل وعلى درجة امتياز، ولكن الحمد لله الوضع الأمني ليس أقل بكثير من درجة الامتياز، ولسبب في الدكتور عمر تفضل تكلم عنه عن المحيط له تأثير مباشر. يعني في شيء أنت تقرره وفي شيء وضعك وظرفك يقرر ما يفرض عليك. فاحنا الآن يعني عندنا مشكلة على الواجهة الشمالية في حالة عدم الاستقرار في الشمال في سوريا. المسؤوليات التي تقع على الجهات تقوم بحماية الحدود لمسؤوليات جسيمة، وعادة في العرف الدولي مسؤولية حماية الحدود هي على طرفين، على الدولة، على الدولتين المتجاورتين. فأنت الآن لا، أنت تقوم بواجب الدولتين، واللي أسوأ من ذلك إنه الجهات اللي في أحد الأطراف يحاول اختراق، إذا ليس فقط يقوم بواجبه أو لا يقوم بواجبه، بالعكس يحاول اختراق و لا قدر الله أن يعمل في أمريكا. الوضع في الوضع الحالي في الواجهة الشرقية حدودنا مع العراق الوضع لا زال أسهل بكثير من وضعنا مع سوريا لعدم وجود الجماعات المتطرفة قريبة من الحدود، مع أنه في محاولات كثيرة، وآخر محاولة كانت أول من أمس يعني صار أكثر قبل 3 أيام صار التفجير، والآن نسمع أخبار في الرمادي من الرمادي وكذا، فهذه الأمور تتبدد، ولكن نحط في الحسبان أن الرمادي تبعد عن أول مدينة مدرية، أتكلم عن 400 كيلومتر، يعني مش متر ومترين، طبيعة الأرض مختلفة وكل شيء. أنت 400 كيلومتر توصل دير الزور، يعني تقرب تخلص الحدود السورية كلياتها طبعا مع مبالغة يعني، ولكن هذا الشيء. نأتي إلى الشيء ما هي التحديات اللي بتواجه الجهاز الأمني والمنظومة الأمنية في أنا بذكر لما كنت مدير الجهاز الأمني العام كان نسبة القوة البشرية لما هو مخطط إلى الجهاز الأمني العام كان محدود 3%، يعني كنا أقل من ما هو مخصص لنا ب 27. بدأنا بال 2010 نزيد العدد، وصلنا ل 4%.
على قوة عددها 57,000، يعني مش صعب جدا تطلع نسبة مئوية واحدة أو اثنتين أو ثلاثة. وكذلك زملائنا في الدرك وزملائنا في الدفاع. أتانا الربيع العربي فشتت من الجهد الأمني للتعامل مع الربيع العربي. التعامل أرجو الله في الخطر، ليس التعامل للقمع لا قدر الله أو لي، ولكن أدرجت واجبات جديدة وهي حماية الجماعات التي تعبر عن رأيها. وكنا ننبسط لما يكون في مسيرة فيها 2003، لأنه تحتاج إلى عدد قليل من أجهزة الأمن لحمايتها. ولكن كانت مشكلتنا مع المسيرة من 5 و10 و30 و40، كانت تحتاج إلى مئات من أفراد الشرطة لحمايتها من يريد أن يعبث فيها. فهذا شتت الجهد. فيما بعد أصبح اللجوء مشكلة كبيرة، اللجوء السوري. كما تعلم في كثير متهم أنه إحنا ما في عندنا أرقام. يقول لك الحكومة بتحكي 1,400,000، UNHCR بيحكي 650,000، 647,000. المشكلة مش إحنا بنحكي غلط UNHCR بيحكي غلط، إحنا ما بنسمع مطلوب. بنقول عندنا 1,400,000 سوري، 650,000 منهم بصفة لاجئ، 750,000 منهم أتوا ما قبل الأزمة السورية كعمال موسميين ترانزيت للخليج وكل شيء. لما صار الظرف بسوريا ما يدخلوش لجوء نهاية الوصف. لا في تضارب بالأرقام، يمكن يكون في تضارب بالأرقام 20,000 30,000، ولكن لها أسباب. إحنا بنسجل اللاجئ مجرد من قدموا أرض المملكة الأردنية الهاشمية. الأمم المتحدة مرات بياخذها 2-3 شهور عبين ما ينتهوا من البروسيسنج تبع الإدخال وإصدار البطاقات وكل شيء. فدائما في عندك جاب، إلا يكون في جاب المشكلة مشكلة التوقيت. على كل حال ليس هذا الموضوع. أسهل موضوع في التعامل مع اللجوء هو من هو موجود على داخل المخيمات. هي عبارة عن مجتمع مغلق، ترسل له خدماته، ترسل له خدماته بكافل اللي كان الإطعام أو الصحة أو التعليم أو الإسكان بكل ما تأتي وكل ما احتياجات أي مجتمع ديناميكي. المشكلة عندنا إخوان اللاجئين اللي خارج عن المخيمات واللي منتشرين في المدن الأردنية والقرى والمعادي والمخيمات. هؤلاء إذا تحسبهم على 1,400,000 لا يشكل 7.5-8% من إذا بدك تحسبهم على 650 قد بحكي 13%، يعني بما معناه بكلا الحالتين نسبة لا تذكر. العدد الكبير هو في المدن من العاصمة إلى الشمال إلى الشرق، فيها بحدود 80%-85% من التواجد السوري. هذا خلق لنا مجتمع جديد لا نعلم عنه شيء، المجتمع المستضيف لا يعلم عنه شيء، والمجتمع السوري لا يعلم عن بعضه شيء لأنه أتوا من مناطق مختلفة. وكذلك هذه كانت المشكلة الرئيسية في المخيمات في بداية الأمر، حيث كان هناك العنف الشديد. سبب في ذلك المجتمع لا يعرف بعض البعض، إحنا ما نعرفه وهم ما يعرفونه. واللي أسوأ من ذلك كانوا ينظروا إلى رجل الأمن الأردني بنظرتهم إلى رجل الأمن السوري كيف كان يتعامل معه. فأخذهم فترة من الوقت ليعرفوا ويصلوا إلى الحقيقة بأنه رجال الأمن هؤلاء إن كانوا درك إن كانوا أمن عام هؤلاء لخدمتهم وليس نوع من الاستقواء عليهم أو التأثير عليهم. فهذا التحدي. التحدي الأكبر مشكلة الحدود. أصبح مشكلة الحدود صعبة جدا لأنه عندك حالة عدم استقرار في الشمال، حالة عدم استقرار في الشرق. والآن إذا لاحظتوا برزت عندنا مشكلة في سيناء، وسيناء الكل يعني تقول إحنا شو دخلنا؟ إحنا في عندنا حدود بحرية مع سيناء، عندنا حدود بحرية مع سيناء شئت أم أبيت. يعني لغاية الآن 3 حوادث، قوارب وكذا
تم، الحمد لله تم السيطرة. هذا كله يشتت الجهد الأمني، لأنه واجب الجهاز الأمني الأساسي هو حماية المواطن في الجريمة، في 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 أي أنماط العمل الشرطي، إن كان مكافحة الجريمة، مكافحة المخدرات، قد تفعيل قانون السير كذا. لا تقدر الحجم العمل الشرطي إلا عندما تنخرط في هذا. يعتقد الكثير أنه والله غير مبالغين، يعني عندما يصبح دوامك 18-16 ساعة باليوم بعد فترة طويلة تصل إلى، قمنا بالتجنيد بأمر من جلالة الملك وبدعم مباشر من جلالة الملك، ولكن التجنيد بدون وقت، يعني عملية مش عملية لبس واحد. يعني على سبيل المثال الدراكي يأخذ حدود 13 شهر ليصبح دراكي يقوم بواجبه في أدنى مراحل واجبه قبل الاختصاص. الأمن العام 16 شرطي، لأنه اختصاص مدى تروح سير، تروح تحت جنائي، تروح أي من فروع. برزت عندنا مشكلة بالربيع العربي، وأعتقد هذا ما يهم الأخوة والأخوات الموجودين في هذه القاعة، اللي هو أو نحو مشكلتي الانطباع عن المنطقة، لأنه من يريد أن يأتي وأن يستثمر في منطقة في وسط ملتهب، وهذه الاستثمارات قاعدة تعرض بنفس الشيء القطاع السياحي قطع، مع أنه حسب التقارير اللي وردت بأنه مدخول السياحة لا بالعكس ارتفع وزاد حسب هذا الشيء. أثبتنا بالمملكة العربية الهاشمية في الأربع سنوات ونصف فترة الربيع العربي بأن الأردن قادر على المحافظة على الأمن والاستقرار في بلده، وأن يكون واحد استقرار يستثمر يتفضل. أنا لم أقرأ تصريح الإيكونومست، ولكن سمعت التعليق على تصريح الإيكونومست، فما بديش أعلق عليها، يعني ما بعرف مدى دقته لأنه ما قرأت السكريبت تبع الإيكونومست نفسه. التحدي الثاني، فترة الربيع العربي صار في خلينا نقول تعدي على المنشآت الاستراتيجية والمنشآت الصناعية، وخاصة في المناطق خلينا نسميها الغير مخصصة، ليس في المناطق التنموية والمناطق الصناعية، يعني مصنعين ثلاثة في منطقة صار عليهم نوع من التعدي. أصبحت أنا مشكلة الإضرابات والاعتصامات، الإضراب هو مشكلة عمالية لهم حق حسب القوانين والأنظمة، أما عندما يصبح الاعتصام يمنع حرية الحركة فتصبح مسألة أمنية وتنتقل من القضية العمالية خلينا نقول لا يستطيع الأمن أن يتعامل معها، ولكن عندما تعطل عمل هذه المؤسسة أو المنشأة الصناعية وفي نفس الوقت أيضا أصبح هناك نوع من في بعض المناطق هي نسميها محاولة فرض الخوات على المنشآت الصناعية والسياحة. الربيع العربي الظاهر اقتنع الناس بأنه الربيع العربي هو ليس حرية تعبير أو حرية سياسية، هي عبارة عن حرية أن تعتدي على من تشاء، وهذا كلام نحاول نجحنا كثير في 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 ضبط الأمور، ولكن لا يزال أمامنا. في مقترح نوقش، وكلت عطوفة المدير العام لقوات الدرك لدراسته، عندنا مشكلة تمويل كبيرة، وسأجلس مع القطاع الخاص في الوقت القريب بخصوص هذا، بتشكيل وحدة في قوات الدرك تسمى وحدة حماية المنشآت الاستراتيجية أو حماية المنشآت الصناعية. يعني
كمان احنا ما بنقدر نيجي نلاحق كل واحد يقرر يفتح مصنع 200 كيلو 300 كيلو بعيد عن اقرب نقطة ويقول لك يا اخي اعطيني حماية. يعني في عندنا مصنع تحديد في احدى مناطق الجنوب بصير عنده مشكلة، تطلب القوة الأمنية، القوة الأمنية مش مكبوسة زر، بدها على القليلة 10 دقائق تجهز أمورها، وهذه القوة الأمنية ثقيلة يعني لا تتحرك بسرعة 120 140 تتحرك بسرعة 40 60، لأن القوة الأمنية مدججة بالسلاح وسيارات مدرعة، يأخذ بين ما يوصل له المسافة 96-97 كيلومتر لما يوصل تكون انتهت المشكلة. فقلنا لا، خلينا نساوي المناطق اللي فيها صناعات ثقيلة أو صناعات متوسطة قوة، ولكن السؤال الدولة لا يوجد عندها المال للقيام، ولكن بنفس الوقت واجب الدولة الحماية. يعني واحد وقع في مشكلة فهي لا زالت تدرس، وبدنا نحاول. الجهاز الأمني لن يصبح حارسا للمنشآت أي منطقة، ولكن يكون قريب من المنشآت الصناعية ليكون قوة رادعة في حالة الطلب، يأخذ دقيقتين أو دقيقة بدل ما يأخذ ساعة ونص أو ساعتين. وحقا هذه وصلت يعني خلينا نقول إلى نهاياتها، ولكن قاعدين نبحث عن التمويل، ومحتمل نبحث التمويل حقا مع القطاع الخاص. مع القطاع الخاص لا نتكلم عن رواتب ولا نتكلم عن تسريع ولا عن عليا، نتكلم عن منشأة. أنا ما بدي أحط قوة 100 كيلو شرقي معانا، هاي وين بدها تنام؟ وين بدها تسكن؟ من بده طعميها؟ من بده يشربها؟ من بده يعطيها خدمات صحية؟ نتكلم عن 100-120 بني آدم، يعني مش واحد اثنين وأربعة، في دروع في بيجي في يعني أنا لم أجد في المجموعة اللي موجودة إنه في نية يسمعوا عن كثير من الأمور اللي أنا كنت مجهزة بما يخص التطرف وما يخص كذا، ولكن إذا أتى في سياق الكلام فأنا جاهز. يعني اللي تفضل فيه الدكتور عمر والبريف الأساسي اللي أخذته من الأخوة غسان حقا يعني كان، فبترك التفصيل أكثر لهوى الإخوة والأخوات اللي موجودين. بأكد على شغله، حقا في مبالغات كبيرة في الإعلام عن بعض الإخفاقات، أنا لا أقول لا يوجد فيها، ولكن التضخيم أيضا ليس في محل. يعني نقرأ في الصحف، والملامة ليس على الإلكترونيات كله، يعني ما بدنا نجي هون كمان نضل نجلد نفسنا. كل يعني في تضخيم لكثير من يعني الأمور ليست سيئة زي ما قلت، الأمور ليست ممتازة أيضا، ولكن في نفس الوقت في معطيات موجودة أمامنا يجب أن نتعامل معها. المجتمع اللي كان قبل 40 سنة أو 50 سنة لم يعد هذا المجتمع. الأردن قبل 40 سنة كانت 2 مليون 3 مليون 1.5 مليون، الآن المملكة الأردنية الهاشمية من معاه رقم وطني في المملكة الأردنية الهاشمية 7,224,000، هذا من يحمل رقم وطني وهو على قيد الحياة. أضف إلى ذلك لاجئين فلسطينيين من الضفة الغربية ومن غزة، أضف إلى ذلك إخوان العراقيين، أضف إلى ذلك السوريين، أضف أضف أضف، أنا أتكلم عن فوق 12 مليون بني آدم على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، تقسيم منهم مليون موجودين خارج المجتمع تغير. وبعدين المجتمع مش قاعد بتزايد بزيادة يعني منطقية تدريجية اللي مؤسسات الدولة والخدمات تكبر معها. أنت بسنة عندك النمو الطبيعي بالإضافة لمليون وأربعمائة، بسنة عندك النمو الطبيعي بالإضافة ل 800,000-900,000 عراقي في هذاك الوقت، والآن تضاعلوا إلى 400,000. ناهيك أنا لم أذكر العمالة المصرية،
لما أذكر العمالة الأجنبية نتكلم فقط عن من هم في وضع لجوء، نتكلم عن أخواننا اللبنانيين أيضا اللي لا زالوا في